بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم جميعا إلى درس اللغة العربية. أخذنا الحصة الماضية كان وأخواتها، واليوم بإذن الله نكمل درس كان وأخواتها. فنبدأ بسم الله. أخذنا في درس كان وأخواتها في الحصة الماضية أخذنا عائلة كان وأخواتها، ثم لماذا سميت بأفعال ناسخة ناقصة. أيضا أخذنا أنواع كان وأخواتها من حيث معانيها وأيضا من حيث التصرف الجمود. اليوم بإذن الله سوف نأخذها من حيث قيود عملها، كذلك أنواع خبر كان وأخواتها، وأخيرا حكم تقدم خبر كان وأخواتها على اسمها. نتعرف على كان وأخواتها. أنها عائلة تتكون من 13 فعلا: ظل، أضحى، ما زال، ما برح، من فك، ما فتئ، ما دام، فات، أصبح، أمسى، ليس، صار، وأخيرا الأخت الكبرى كان. نأتي الآن إلى أنواعها من حيث قيود عملها. تقسم في هذا الحال إلى ثلاثة أنواع. أنواع كان وأخواتها تعمل دون قيد أو شرط لتمام عملها. نوع آخر من كان وأخواتها تعمل بشرط أن يتقدمها نفي أو شبهه، مثل النفي مثل لا ولن، أو نوع آخر وهو لا تعمل إلا بشرط أن تتقدمها ما المصدرية الظرفية. إذن لدينا ثلاثة أنواع من حيث قيود العمل وعدمه، وهي هناك نوع يعمل دون أن يطلب قيدا أو شرطا لتمام عمله، هناك من تشترط أن يسبقها نفي، وهناك من تشترط أن تسبقها ماذا؟ ما المصدرية. الآن نأتي التي تعمل دون قيد أو شرط لتمام عملها، وهي كان. كان تعمل دون قيد أو شرط. كان الفضاء مجهولا، الفعل الناسخ هنا هو كان، واسمها الفضاء وخبرها مجهولا. الفعل الثاني أصبح. أصبح يعمل دون قيد أو شرط. الجملة أصبح الطير منتشرا. الفعل الناسخ أصبح، اسمه الطير وخبره منتشرا. الفعل الثالث هو أضحى. أضحى إذن تعمل دون قيد أو شرط. أضحى النسيم عليلا. الفعل الناسخ هو أضحى، اسمه النسيم وخبره عليلا. الفعل الآخر ظل. ظل الفلاح مسرورا، وظل تعمل دون قيد أو شرط. الفعل الناسخ ظل، اسمه الفلاح وخبره مسرورا. أمسى الطير عائدا. أمسى الطير عائدا. أمسى تعمل دون قيد أو شرط من ضمن مجموعة كان وأخواتها. الفعل الناسخ أمسى، اسمه الطير وخبره عائدا. الفعل الآخر بات. بات الطائر ساهرا. بات الطالب ساهرا. بات تعمل دون قيد أو شرط. هنا في هذه الجملة الفعل الناسخ هو بات، اسمه هو الطالب وخبره ساهرا. الفعل الآخر ليس. ليس القمر منيرا. فليس هنا تعمل ضمن مجموعة كان وأخواتها دون قيد أو شرط لكي تعمل. الفعل الناسخ هنا ليس، اسمه القمر وخبره ماذا؟ المنير. الفعل الأخير هو صار. صار تعمل دون قيد أو شرط لتمام عملها. المثال صار الدقيق خبزا. الفعل هو صار واسمه الدقيق وخبره
ماذا؟ خبزا. إذن هذه الأفعال من أخوات من كان وأخواتها تعمل دون أن تطلب قيدا أو شرطا لكي تنجز عملها. هي كان وأصبح وأضحى وظل وظل وأمسى وبات وليس وصار. نأتي للنوع الثاني وهي التي تشترط أن يتقدم أن يتقدمها نفي أو شبهه. يعني تقدمها لا أو لن أو ما. النفي هو ما أو شبهه بمعنى لا ولن. ما زال، ما زال، أو نقول لا زال، أو نقول في المضارع لن يزال. ما زال السلام وحبه. إذن ما زال تشترط لكي تعمل عمل كان وأخواتها أن تسبقها أو يتقدمها نفي، مثل ما أو لا، أو إذا كان مضارعا زال تتقدمها لن. ما يزال أو لا يزال أو لن يزال. هنا في هذه الجملة الفعل الناسخ هو ما زال، اسمه السلام وخبره محببا. الفعل الثاني هو ما برح. ما برح شرطها لكي تعمل أن يتقدمها نفي، ما أو لا، أو إذا كانت فعلا مضارعا فتسبقها لن. نقول ما برح ولا برح، ونقول في المضارع ما يبرح، لا يبرح، لن يبرح. الفعل الناسخ هنا طبعا ما برح، اسمه الجميع وخبره فرحين. من فك الطالب ذكيا، من فك تعمل بشرط أن يتقدمها أيضا نفي. الفعل الناسخ هنا من فك، اسمه الطالب وخبره ذكيا. الفعل الآخر هو ماذا؟ ما فتئ. ما فتئ الطالب مجدا. ما فتئ تعمل بشرط أن يتقدمها نفي أو شبهه. وكما ذكرنا النفي هو ما، وشبه النفي هي لا ولن. وهنا في هذه الجملة الفعل الناسخ كما ذكرنا ما فتئ، اسمه الطالب وخبره مجدا. ننتقل إلى النوع الثالث، تعمل بشرط أن تتقدمها ما المصدرية الظرفية، وهو فعل واحد من أفعال كان وأخواتها، وهو مثلا سأجتهد في دروسي ما دمت طالبا. الفعل الناسخ هنا ما دام، اسمه تاء المتكلم ما دمت، الخبر هو من؟ هو الطالب. إذن ما دام لكي تعمل ضمن مجموعة كان وأخواتها تشترط أن تتقدمها ما المصدرية الظرفية. نأتي الآن إلى أنواع خبر كان وأخواتها، وتناولنا في الفصل الأول أنواع الخبر، وهي نفسها الآن التي سوف نتناولها. خبر مفرد، خبر جملة، أو خبر ماذا؟ شبه جملة. أنواع خبر كان وأخواتها، أول نوع هو خبر مفرد. قال تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. الخبر هنا حيا، ونوعه ماذا؟ مفرد. قال تعالى فأصبحتم بنعمته إخوانا. أصبح هو الفعل، والتاء التاء الموجودة متصلة بالفعل في محل رفع اسم أصبح، والميم للجمع، بنعمته جار ومجرور، والهاء في ضمير في محل جر مضاف إليه. إخوانا هي خبر أصبح، وخبر أصبح هنا جاء مفردا. أصبحت المدرستان رائعتين. أصبح فعل ماض، وهو من أخوات كان، والتالي التانيث، والمدرستان اسمه أصبح مرفوع وعلامة رفعه الألف.
نيابة عن الضمة لأنه مثنى. رائعتين خبر أصبح منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى. ما زلنا في أنواع خبر كان وخواتية، ومع النوع الثاني وهو خبر جملة. ألف جملة اسمية، صارت الإدارة أساسها العلم. صارت فعل ماضي وهو من أخواتي كان. التاء التانيث الإدارة اسم صار مرفوع علامة رفعه الضمة. أساس مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة وهو مضاف، والهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. العلم خبر أساس مرفوع علامة رفعه الضمة، وجملة أساسها العلم في محل رفع خبر صار. والرابط، لابد وجود رابط ما بين اسم صار وخبرها، وهو ضمير الهاء في أساسها، لأن الهاء تعود على الإدارة، فهذا هو الرابط، ولابد من وجود الرابط بين اسم صار وخبرها. إذن هنا كان خبر كان جملة. ب جملة فعلية، قال تعالى ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة. هنا لا يزال فعل مضارع من أخوات كان، والذين اسم موصول في محل رفع اسم. لا يزال تصيبهم هي الجملة الفعلية، هذه تصيبهم، هذه جملة فعلية في محل نصب خبر لا يزال. والرابط هنا موجود في الضمير هم في تصيبهم، التي تعود على اسم لا يزال الذين. ملحوظة، في خبر جملة اسمية أو فعلية لابد من أن تشتمل على رابط بين قوسين، وهو الضمير يربطه باسم كان وأخواتها. إذن هناك رابط يربط اسم كان بخبرها، ولابد أن يكون هذا الرابط يوافقه في النوع والعدد. مثل صارت الإدارة أساسها العلم، الهاء هنا تعود على الإدارة، وهنا الهاء هذه للمؤنث لأن الإدارة مؤنث والإدارة واحدة، لذلك الهاء كانت لواحد. نأتي للنوع الثالث وهو خبر شبه جملة، قال تعالى ولا تكن من الغافلين. تكن فعل مضارع وهو من أخوات كان، واسم كان هنا ضمير مستتر تقديره أنت، ولا تكن أنت. من الغافلين، من حرف جر، الغافلين اسم مجرور علامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه من جمع مذكر السالم، والجار والمجرور في محل نصب خبر تكون. أصبحت الشمس بين السحب، أصبح فعل ماض من أخوات كان. التاء للتأنيث، الشمس اسم أصبح مرفوع علامة رفع الضمة، بين ظرف ماذا؟ ظرف مكان منصوب علامة نصبه الفتحة وهو مضاف، والسحب مضاف إليه، وبين هنا تعرب إعراب آخر، لديها ثلاثة إعرابات. الإعراب الأول أنها ظرف مكان، الإعراب الثاني أنها مضاف، والإعراب الثالث أنها في محل نصب خبر أصبح. نأتي الآن إلى حكم تقدم خبر كان وأخواتها على اسمها، وهذا درسناه في خبر المبتدأ في الفصل الأول، وهناك تقدم جائز وتقدم ماذا؟ واجب. تقدم جائز وتقدم الواجب. نأتي الآن إلى التقدم الأول وهو التقدم الجائز. متى يتقدم خبر كان على اسمها؟ تقدما جائزا. إذا كان خبر كان وأخواتها شبه جملة
واسمها ماذا؟ واسمها معرفة. أصبح في المستقبل الكثير من الطالبات المجتهدات. أصبح هنا فعل ماذا؟ ماض. الجار والمجرور هو ماذا؟ هو في محل نصب خبر أصبح. الكثير لأنها معرفة معرفة هي تعرب اسم. أصبح مرفوع علامة رفعه الضمة. نأتي إلى حكم تقدم كان وأخواتها على اسمها. التقدم ماذا؟ التقدم الواجب. ألف إذا كان خبر كان وأخواتها شبه جملة واسمها ماذا؟ نكرة. مثل أصبح في مدرسة المستقبل طالبات مجتهدات. طالبات هنا نكرة. أصبح فعل ماض في مستقبل جار ومجرور في محل نصب ماذا؟ خبر. أصبح طالبات هي ماذا؟ هي اسم أصبح مرفوع علامة رفع الضمة. واللي تأخرت لماذا وجود تأخر؟ إنها نكرة وأن جاء الخبر شبه جملة جار ومجرور. النقطة الثانية باء إذا كان في اسم كان وأخواتها ضمير يعود على بعض الخبر. بمعنى أن الاسم فيه ضمير يعود على الخبر لذلك يجب على الاسم أن يتأخر. كان في مدرسة المستقبل طالباتها. فطالباتها فيها ضمير الهاء يعود على المدرسة لذلك وجب أن تتأخر. تعرب الجملة كان في الماضي في مدرسة جار ومجرور في محل نصب خبر كان. طالباتها طالبات اسم كان مرفوع علامة رفع الضمة وهو مضاف والهاء مضاف إليه. إلى هنا نكون قد أكملنا درسنا كان وأخواتها ونأمل أن يكون الشرح واضحا وجليا. بالنسبة للواجب سوف أعطيه لكم بإذن الله إما في هذا اليوم أو في اليوم الذي تليه. إلى هنا نستودعكم الله ونأمل لكم التوفيق والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.